اليوم نبحر معا في السيرة الشخصية الأكثر إيلاما ومأساوية لواحد من أعظم علماء الرياضيات الذي عاش في الظل ومات وحيدا ولم ينل أي تكريم أو تعظيم إلا بعد وفاته بنحو 50 عام. عالم الرياضيات والمنطق العبقري ألان تورينغ يعتبر مؤسسا لعلوم الكمبيوتر الحديثة، والماكينة التي اخترعها تم الاعتماد عليها لاحقا في عمل أي جهاز كمبيوتر مهما كان نوعه حتى يومنا هذا. هذا بالإضافة إلى إنجاز آخر لا يقل عظمة قام به تورينغ، جعله أحد أهم أسباب انتصار الحلفاء وإنهاء أحد أشرس الحروب في تاريخ البشرية، الحرب العالمية الثانية. ولد ألان ماثيسون تورينغ بمدينة لندن عام 1912. والده قس من عائلة تجار إسكتلندية. أدخل تورينغ دار رعاية تهتم به لاضطرار والديه للسفر إلى الهند بسبب عمل والده هناك، وقد كان عمره حينها 1.5 سنة فقط، حيث قضى طفولته بعيدا عنهما. وعندما كان في 13 من عمره علم نفسه الكيمياء العضوية، ويعتقد أن قراءته لكتاب عجائب الطبيعة التي يجب على كل طفل معرفتها أثر على نظرته العلمية في أعماله المستقبلية. في دراسته الثانوية كان بارعا في الرياضيات والكيمياء، وقد نجح في عمر 14 لأن يتوصل لطريقة لفصل الأيودين من الأعشاب البحرية التي يجمعها من الشاطئ، وفي الرياضيات استطاع أن يتوصل بنفسه للدالة المثلثية المعكوسة Inverse Tangent Function. بعد التخرج درس علوم الرياضيات والمنطق في 3 دول مختلفة، فرنسا، إنجلترا، والولايات المتحدة الأمريكية، ثم عمل في المختبر الفيزيائي الوطني بلندن خلال فترة الحرب العالمية الثانية، وقد ساهم خلال تلك الفترة في فك الشفرات النازية، حيث كان الألمان يعتمدون على شفرة معقدة حيرت أعدائهم واعتبروها سرهم الأخطر على الإطلاق، وعرفت بشفرة إنجما. بريطانيا حيرها سر شفرة إنجما وأرادت اختراقها، لذلك كونت فرقة من خبراء وعلماء في الرياضيات والشفرات سميت هات 8، وكان عالم الرياضيات الفذ ألان تورينغ هو العمود الفقري لهذا الفريق. تمكن تورينغ من تطوير آلة يمكنها فك الشفرة الخارقة، وكان هذا النجاح بعد 2 من العمل، ولضخامة هذا الاكتشاف سمي حينها ذا بومب أو القنبلة، وكان لفك شفرة إنجما دور مباشر في تعطيل تقدم القوات الألمانية وحلفائها، مما أسرع بإنهاء الحرب وإنهاء هتلر ونظامه النازي. مع بداية عام 1948 عمل تورينغ إدارياً للمختبر الحاسوبي في مانشستر، إذ استكمل تورينغ العمل على جهازه القنبلة بعد الحرب، وهو الاختراع الذي يعد أول حاسوب حديث، فلم تكن تختلف عن أي حاسوب معقد حالياً، فقد كان لهذه الآلة القدرة على تنفيذ كل الخوارزميات التي يستطيع تنفيذها أي حاسوب متطور، حيث تعتبر آلة تورينغ النموذج المثالي للحسابات الخوارزمية الرياضية، حيث أنها قادرة على حل أي معضلة رياضية قابلة للحل، والأساس الرياضي لأي حاسوب حالي، ويعتبر أي حاسوب يعمل ما هو إلا نجاح جديد لتورينغ. آلة تورينغ، تورينغ ماشين، ليست الإنجاز الوحيد لهذا العالم العبقري، بل امتدت إسهاماته لمجالات كثيرة كلها كانت سبباً رئيسياً للتقدم المذهل في علم الحوسبة والخوارزميات وحتى الذكاء الصناعي وعلم التشفير، إذ يعتبر هو من اشتق مصطلح ذكاء الآلة، وقد كتب في هذا السياق كتاباً شهيراً بعنوان الحوسبة الآلية والذكاء، وفيه تحدث عن فكرة تفكير الآلة ومدى ذكائها، وهل يمكن أن تصل يوماً لذكاء الإنسان وقدرته على التفكير؟ تورينغ كان شاذاً جنسياً، ويعتقد أنه وقع في هذه الخطيئة نتيجة تعرضه لمشاكل نفسية كبيرة أثناء فترة مراهقته بسبب بعده عن والديه، كما أنه كان بلا أصدقاء ويعاني من الوحدة بصفة دائمة. كانت المثلية الجنسية بين الرجال ممنوعة في بريطانيا في ذلك الوقت، بل ويعاقب عليها بالسجن، وقد تم اكتشاف مثلية ألان تورينغ الجنسية إثر سرقة شقته في عام 52، حيث تبين للشرطة بأن من قام بسرقة ألان تورينغ هو صديق لعشيقه، وانتشرت الفضيحة على نطاق واسع في المجتمع الإنجليزي، وانتهت باتهامه بالشذوذ الجنسي وتقديمه للمحاكمة في مارس عام 1953 بتهمة المثلية، وحكمت المحكمة عليه بأن يختار أحد حكمين، الحكم الأول هو السجن، والثاني أن يخصى كيميائياً، أي أن يفقد أي رغبة جنسية، وذلك بواسطة حقن هرمونات أنثوية. قرر ألان تورينغ اختيار الحكم الثاني فقط حتى لا يتم إبعاده عن عمله وأبحاثه وهو داخل السجن. تم تنفيذ الحكم عبر حقنه بهرمون الأستروجين لمدة عام،
ولكن للأسف تحت تأثير الرأي العام تم فصله من عمله في مقر الاتصالات الحكومية وسحب التصريح الأمني منه، بالإضافة لفصله من جامعة مانشستر التي كان يقوم بالتدريس فيها. وقضى آلان تورينغ بقية أيامه الأخيرة وحيداً معزولاً منبوذاً. وفي يوم السابع من يونيو عام 1954 دخل آلان تورينغ غرفته وقضم قطعة من تفاحة، ثم ابتلع أنبوبة السيانيد السام. وبهذا الانتحار أنهى آلان تورينغ حياته العلمية والشخصية التراجيدية، ليلقى حتفه على الفور بعمر 42 عام. وشيع أن شعار شركة أبل المكون من تفاحة مقضومة مأخوذ من قصة انتحاره تخليداً لذكراه كمؤسس لعلم الحاسوب الحديث. وتم بيع مفكرة عالم الرياضيات البريطانية بمليون جنيه استرليني في مزاد علني في نيويورك عام 2015، والذي يتضمن عمله حول كسر شفرة إنغما إلى جانب لمحات من حياته. في 2013 وبعد أكثر من نصف قرن على وفاته، قامت الملكة إليزابيث الثانية بإصدار عفو واعتذار رسمي لتورينغ عن معاملته بالنسبة لمثليته الجنسية، وتم محو جميع جرائمه التي أدين فيها. وعرف العالم بعد نصف قرن أن تورينغ كان سبباً لإنهاء الحرب العالمية الثانية، وأن جهازه هو الذي مهد تكنولوجيا الحاسب الآلي الآن. كما تم تقديم قصة حياته في الفيلم الشهير لعبة المحاكاة The Imitation Game، وقد حصل على جائزة الأوسكار كأفضل نص. توفي تورينغ وحيداً محتقراً، رغم أنه ترك بصمة لا تمحى في تاريخ العلم، كما أن خبراء العلوم العسكرية يجزمون بأن حله لشفرة إنغما الألمانية قلل من زمن الحرب العالمية الثانية لعامين كاملين، وساهم في إنجاز نحو 14 مليون شخص من الموت خلال الحرب.